النهارده يا جدعان يعتبر يوم من اهم الايام في حياتي، يعتبر يعني هحقق فيه جزء صغير كده من احلامي، بس حاجه كان نفسي اعملها طول حياتي وهي ركوب الطياره. بس قبل طبعا ما اتحرك وقبل ما اروح في اي حته كان لازم ان انا اودع شويه حاجات مهمه عندي. باي باي على سلامه قلبي. طبعا يا جدعان ما لحقتش استمتع معاها قد كده، بس هم كلهم 3 4 ايام وهرجع له على طول. هتوحشني يا سمبوكه يا عسليه. وانا هنا عشك يموت فيا. هتوحشيني يا عربيتي. طبعا يا جدعان هي بقالها تقريبا اكتر من اسبوع مركونه وحد مؤذي شال اللوجو من عليها، فطبعا العربيه دي انتظروها في خلال اقل من شهر هتبقى دبابه مدرعه، اتعمل فيها شويه تعديلات، بتركب فوق كشاف وتحت كشاف، هتبقى تحفه اسطوريه. يلا نرجع تاني. دلوقتي المفروض ان احنا بدانا نتحرك من طنطا، والمفروض ان احنا رايحين على المطار. طبعا هنشوف المطار بقى لاول مره احنا وانتوا بقى، وبعدين هنشوف الطياره بقى وهي بتطلع والسحاب بقى والدنيا. بس هو لا، المفروض ان ميعاد الطياره ليلي، فدي اول مره يعني احنا حاجزين طياره ليلي عشان في الطراوه بس. لو عايزين نركب الطياره بقى ونصورها يوم في النهار اكتبوا تحت في الكومنتات عايزيننا نسافر فين ونحاول على قد، بس يعني بلاش تبعدوا بخيالكم قوي، يعني ما حدش يكتب لي المالديف مثلا، او ما حدش يكتبوا المالديف لو عايزين. ولو لقيت كومنتات كتير كاتبه مكان معين وعاملين عليه لايكات هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، ونأجر طياره الصبح بقى وطياره خاصه بقى ومحمد رمضان بقى ومروح. دلوقتي المفروض ان احنا نروح على المطار. عندنا احمد شارك منه مقيم في القاهره، فهو جالنا على سبقنا على المطار. ده المطار بتاعي. نعم انت هتمثل. يعني المفروض المطار من بره، طبعا مواسير في كل حته مش عارفين المواسير دي لازمتها. المانيا من هنا. دلوقتي المفروض احنا ندور على بوابه ايطاليا من هنا. ليبيا كده. شرم من هنا. المفروض دلوقتي عايزين صاله ثلاثه. تعال من هنا. احمد شوقي مرشد الساعه بتاعنا. يعني طبعا دي اول حاجه شفناها الشنط وهي متعفيه، ده هيبقى مصير شنطنا اللي احنا شايلينها دي. طبعا يا رب مفيش حاجه منها تتكسر، بس لان كلها مقتنيات ثمينه. دلوقتي احنا شفنا كام جزء الشارع، الشنط بتتغلف ازاي. دلوقتي في حكومه ورانا وهنتمسك. دلوقتي دي هتبقى اخر حاجه نشوفها هنا. انا جدعان اهم حاجه في الاماكن دي كمامه، شعر شوبي دوت كوم، افجر كمامه في المجر. طبعا السلسله دي كانت طالعه عشان بس كنت بتفتش لانهم شكوا في امري تذاكر. دلوقتي هنعدي في الممر الطويل ده. يا جدعان دلوقتي عدينا جبنا التيكيتات فتشنا، المفروض احنا على الممر اللي هو السائر ده، المفروض الاطارات هناك اهي. بنت اه رجعت التصوير، لو من الصبح هيبقى مختلف 180 درجه. فزي ما قلت لكم لو عايزيننا نسافر باي طياره في الصباح ونروح اي بلد اكتبوا لنا في الكومنتات، واكتر كومنت هيجيب لايكات سافر البلد دي. ايه ده الاجانب هم يلا خد يا سايحه يا بنت السايحه. خد يا سايحه يا بنت السايحه. دي بتاعت رجال الاعمال اهو، ما هو احنا اهو بصراحه رجال اعمال، رجال اعمال اهو. احنا يا جدعان رجال اعمال زي بعض ونساء اعمال، كلنا اعمال في بعضينا، فكلنا بنركب طياره واحده كلنا اعمال. الطياره تبان من هنا لو احنا الصبح. اهي في طياره هناك اهي. كدابه قوي والله. مين اللي كدابه؟ ايه ده يا بودي انت بتتكلم؟ مين يا حبيبي؟ مين اللي كدابه قوي؟ بتتكلم مين؟ مين انت بتقول انت كدابه قوي؟ مين هي؟ لا لا هقصها وعد، وعد هقصها. مين؟ بنت بوم. دلوقتي الخطوه اللي عليها الدور ان احنا هناكل وبعد كده هنركب الطياره، وبعدين ناكل ونركب الطياره. لا لا مره واحده بس، مره واحده. رجال الاعمال بقى. السلام عليكم. ايه فول طعميه؟ كده دي ميني دي بيج يا جماعه كده. ده المستور. بس الكاتبوري ميك يا ولد. انت مفيش ليه بس؟ بس عليها طياره عشان هي في المطار. بس انا برايس بكام؟ ب 9 دولار. بص ده 9 دولار يعني في 90 جنيه 100 دولار. بص بص الكاميرا عندنا بتبقى كنت عروس انا. بص خلاص كندر بوينو ليه تكس ليه يا عمر؟ انت احمد شهر ما تاخد كندر، تاخد كندر. لا ده انت على حسابك. ها اجيب اثنين احمد شهر؟ اثنين على حسابك؟ لا لا على حسابك اهي. بص احنا دلوقتي هنا في مطار القاهره الدولي، احرص دايما على استخدام الكمامه طبعا زي ما احنا قلنا مع شهر شوب دوت كوم، افجر كمامه مجرم الفنادق اللي احنا هنروحها. ماشي. وبعدين المفروض ان احنا هنرجع منه نروح فين؟ الاوتوبيس ده. طبعا انا بقول عشان دي الكلمه الوحيده اللي انا فاهمها اصلا هنا. بص واحد قال واحد. بص بص يا جدعان ارخم حركه ممكن تحصل في تاريخ العالم، انت واحد يبقى بيع الحمام وتروح الكاميرا. بص كده كده ممكن تلاقيه غرق البنطلون. يلا نركب الطيارة. بعد دلوقتي أول مرة هنشوف الطيارة من جوه. هي دي الطيارة؟ هي دي الطيارة؟ طب اتصور ايه؟ الطيارة دي صغيرة كده. أنت الطيار؟ طيب يا باشا. مديك. ليه ما بتدينيش هاي فايف؟ دلوقتي يا جدعان نخش نفتش؟ فغالبا ممنوع التصوير فهنوقف لحد ما نفتش ونخش.
هي ما خدوش ان انا عديت منطقه التفتيش. خد المره الطويله ده كلهم في زومبي وانا في زون ايه. والله انا سافر كل مره بالطياره مش حل يا عم. راكب الطيران مش زي المره اللي فاتت يا جدعان. انا عشان درجه رجال الاعمال فاحنا واخدين مكان لوحدينا، بس اللي هو في اي بي لينا احنا بس والشله بتاعتنا عشان نطلع براحتنا. اصل لينا مفيش حد يصل لينا غيرنا. بعد يا زي عمال شباب شايفين احمد شاور ما جنبوش مكان وقدامه مفيش حد قاعد، فاللي هو يعني طياره خاصه واخدين المكان برايفت لينا. مكتوب على طياره شرفيه من بره وكندر برضه قدام الدور. كندر ده بتاعي، بس طبعا المشكله ان احنا عشان مسافرين بالليل فبصوا الشباك من جنبنا كحل اي حاجه. كان نفسي بقى اصور لكم الارض ان هي بعيده والبحر. دلوقتي المفروض ان احنا ننزل في المطار. الطياره اللي احنا كنا فيها اهي مش هي دي. لا دي الطياره دي اهي. واحنا الشنط بنستلمها من المطار. ماشي. اوه ودلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا لسه واصلين الفندق. طبعا ميتين من التعب، المفروض ان احمد نام جنبي اهو، وانا المفروض بحاول ان انا اخلص لكم الفيديو عشان ينزل لكم في اسرع وقت وما يتاخرش عليكم. ودلوقتي بقى يا جماعه اللحظه المهمه في الفيديو، لو حد خمن مكاننا صح اكتر كومنت هيجيب لايكات هيكسب تيشيرت الشوارجيه، بنطلون الشوارجيه، كاب الشوارجيه، كمامه الشوارجيه، هيكسب طقم كامل متكامل من قطم الشوارجيه. انتظر فيديوهات جامده ضرب نار. طبعا عارفين ان احنا لما بنسافر بنخربها وبننزل لكم فيديوهات جامده ضرب نار. المفروض بقى دلوقتي ان انا هنام. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.